أهلا بكم. سقط أكثر من 20 قتيلا بينهم نساء وأطفال إثر قصف جوي وإنزال لقوة عسكرية أمريكية في محافظة البيضاء. قالت مصادر محلية إن طائرات من دون طيار شنت قصفا على أهداف مفترضة لتنظيم القاعدة في منطقة يكلا بمديرية ولد ربيع، أعقبها عملية إنزال لقوة عسكرية من طائرات أباتشي نفذت عملية اقتحام لعدة منازل بالمنطقة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش تداعيات العملية ودلالتها في سياق الحرب الأمريكية على الإرهاب. عملية عسكرية كبيرة أدت إلى مقتل عدد من قيادات القاعدة المفترضين بالإضافة إلى عدد من المدنيين، فيما أعلن البنتاغون عن مقتل أحد جنوده وجرح آخرين في العملية. العملية التي تأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد قد تشير بحسب مراقبين إلى تحول في طريقة الإدارة الأمريكية في إدارة الحرب على الإرهاب، من عمليات الطائرات بدون طيار والتنسيق مع شركاء محليين إلى التدخل المباشر، مع ما يثيره هذا من تساؤلات عن طبيعة هذا التدخل وعلاقته بالحرب اليمنية الدائرة الآن. نبدأ النقاش مشاهدينا بعد هذا التقرير. عملية إنزال عسكرية خاطفة لقوات يرجح أنها أمريكية جاءت بعد قصف جوي مكثف في منطقة يكلا الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب، أسفرت عن مقتل عدد من أفراد تنظيم القاعدة. القيادي في القاعدة عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب وسيف النمس الجوفي أبرز من لقوا مصرعهم في العملية التي تشير المعلومات إلى أنها استهدفت معسكرا لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء للمرة الثانية خلال 3 أعوام، والأولى منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع. نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عملية إنزال عسكري محدود هذه المرة في محافظة البيضاء، بينما كانت العملية السابقة مطلع العام 2014. وبحسب شهود عيان فقد حدثت مواجهات عنيفة خلال تلك العملية التي رافقها تحليق مكثف لمروحيات سمعت في سماء المحافظة منذ ساعات فجر الأولى. تبعها عملية إنزال نفذتها طائرات الأباتشي لقوات مدربة اقتحمت المنزل الذي كان يقطنه الزعيم القبلي الذهب وشقيقه وبعض من عناصر التنظيم. ساعات عصيبة عاشها سكان منطقة يكلا الجبلية الواقعة في مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء جراء الاشتباكات العنيفة بين عناصر التنظيم والقوات المهاجمة، انتهت بمقتل عدد من عناصر التنظيم وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين كانوا في منطقة المواجهات. وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية، ولم يجري الكشف عن تفاصيل العملية من الجانب الأمريكي أيضا. ينضم إلينا الآن من البيضاء الناشط الحقوقي ناصر الصانع. مرحبا بك سيد ناصر. يا مرحبا. سيد ناصر، لو تخفض صوت التلفاز قليلا كي تتمكن من سماعي، ولكن أبدأ معك، يعني ضعنا في صورة آخر المعلومات المتوفرة حول العملية الأمريكية في منطقة يكلا بالبيضاء. بداية أسعد الله مساك ومساء جميع المشاهدين في قناة بلقيس. أهلا بك. ما حصل هو عملية إنزال للقوات المارينز الأمريكية. نعم. بدأت تقريبا في تمام الساعة 8:30 ليلا. نعم. وانتهت في تمام الساعة 6 صباحا. سبقها عملية قصف صاروخي لطائرة بدون طيار استهدفت مسجد واستهدفت المدرسة واستهدفت أيضا مبنى الوحدة الصحية، يعتقد أن فيها عناصر من تنظيم القاعدة. كان عدد الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في هذا الإنزال، نعم، كما تقول بعض الروايات وبعض شهود العيان في المنطقة أنه من 50 إلى 70 مسلح أو مقاتل أمريكي شاركوا في هذه العملية. نعم. سقط فيها 8 نساء وسقط فيها أي أطفال، عدد الأطفال تقريبا 4 والأعداد مرشحة للزيادة. هي ليست المرة الأولى التي يسقط فيها مدنيين في مناطق جيفة، فقد سبقها في ذاك المنطقة أن قتل 12 مدني وأصيب 14 مدني في غارة لطائرة أمريكية من دون طيار. نعم سيد ناصر، يعني كونك من أبناء المنطقة ومن خلال المعلومات المتوافرة لديكم، يعني العملية هل كانت بالفعل دقيقة تستهدف
تجمع لتنظيم القاعدة، أم أنها يعني كما تذكر الآن أن معظم الضحايا هم من المدنيين؟ أنا أستغرب من عملية بهذا الحجم وتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة نائية، حتى ولو افترضنا جدلا أنها تستهدف عبد الرؤوف الذهاب. عبد الرؤوف الذهاب شخصية جذرية معروفة، نعم، له أو موالي لتنظيم القاعدة، وليس معروفا عنه أنه بيادي في تنظيم القاعدة، لا هو ولا أخوه سلطان، بعكس أخوه نديم الذي قتل في غارة أمريكية، وأيضا شقيقه طارق الذي قتل في مرة في أحداث سابقة، كذلك أخوه قاعد أيضا. لكن عرف عنه أنه شخصية قبلية معتدلة، كان له دور، طبعا كان له دور بارز في إخراج عناصر القاعدة من منطقة جيفا في 2012، يوم أن حصلت وساطة قبلية وبمشاركة الدولة، وحضرت يا محافظ المحافظة يومها كان اللواء الركن الظاهر الشدادي، وحضر نائب رئيس هيئة الأركان يومها كان اللواء محمد علي المقدشي، وكان له دور بارز في إقناع عناصر القاعدة في الخروج من منطقة جيفا وتجنيبها ولاية الحرب والدمار. السؤال هنا الذي يطرح نفسه، لماذا في هذا التوقيت بالذات يتم استهدافه؟ والكل يعلم أن يعني نفهم حاليا أن الاستهداف السيد ناصر، الاستهداف هو تم اليوم بشكل مباشر لعبد الرؤوف الذهب كما ذكرت. هذا حسب ما تقول يعني المعلومات الأولية التي تشيرها المعلومات الأولية. نعم، بالنسبة للمعلومات التي يعني تشير سيد ناصر عفوا، ولكن المعلومات التي تشير هناك معلومات إلى أن قاسم الريمي كان متواجد في المنطقة وأن العملية كانت تستهدفه، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ جميل جدا أن طرحت هذا السؤال. ليست المرة الأولى التي تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تستنزف قيادات في تنظيم القاعدة، فقبلها في عام 2013 في شهر 12 تقريبا، نعم، تم استهداف موكب زفاف يضم عشرات المدنيين في حفل الزفاف، تم استهدافهم وقتلهم بتلك الطريقة البشعة التي هزت ضمير العالم الإنساني. ثم في النهاية ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يروج لها أنهم كانوا يستهدفون أحد عناصر القيادة القاعدة الذي كان متواجدا ضمن الموكب. فهذا ليس غريب، هي ليست المرة الأولى التي يتهمون فيها أو يبررون فيها للجرائم. ماذا تريد أن يقولون؟ يقولون أنهم ضربوا نساء وأطفال. يا أخي العزيز، لم يقتل الأطفال في القصف، إنما قتلوا برصاص مباشر. إذا نظرت إلى الصور التي نشرت لهؤلاء الأطفال الذين قتلوا برصاص مباشر على أجسادهم، بمعنى أنه دخل قتلهم إلى عبر دارهم، إلى منازلهم، في داخل منازلهم. نعم سيد ناصر، لو يعني من خلال المعلومات التي لديكم لو تضعنا بصورة كاملة حول عدد الضحايا الذين يعني الذين نتجوا عن هذه العملية اليوم. المعلومات الأولية والعدد مرشح للزيادة أنه سقط فيها 8 نساء، نعم، وسقط فيها 4 أطفال، ومعلومة تقول أنه الأطفال 8، لكن التي لدي يعني متأكد منها أنهم 4 حتى الآن، والعدد مرشح للزيادة. كما سقط 17 مسلح، بينهم مسلحين قبليين وبينهم عناصر من تنظيم القاعدة. نعم، يعني سقط تقول الأنباء يعني يقول شهود عيان أن هناك جنود أمريكيين سقطوا قتلى وجرحى، وشهد يعني مسلحين أمريكيين يحملون أو يسحبون جثث قتلى وجرحى إلى طائراتهم. نعم، يعني عناصر القاعدة لا توجد أي ضحايا في صفوفهم؟ إلا توجد، ذكرت لك 17 عنصر. 17 عنصر من عناصر القاعدة هم قبليين وعناصر من القاعدة، لكن لا تتوفر لدينا أسماء لهؤلاء الذين سقطوا. نعم، عناصر القاعدة أثناء العملية أو يعني وقت الاشتباكات كانوا متواجدين في المنطقة أم ماذا؟ يعني أنت ذكرت أن هناك اشتباكات تمت معهم. هناك عناصر القاعدة في تلك المنطقة، كما هم موجودون في معظم المناطق، في معظم مناطق اليمن، بل معظم مناطق العالم. نعم، بالنسبة للعمليات انتهت تماما حاليا في منطقة يكلا. العملية لم تستمر إلا يعني أقصد أنه لا يوجد أي قصف لطيران بدون طيار ولا توجد أي اشتباكات حاليا. لا توجد الآن، كان هناك تحليق مكثف مساء أمس من بداية من الساعة 8 في المساء وحتى الصباح، كان تحليق كثيف بشكل يعني ربما معظم محافظات إلا مديريات المحافظة البيضاء سمعت تلك الطائرات التي كانت محلقة بكثافة، لكن الآن لا يوجد شيء.
نعم سيد ناصر، يعني سؤال أخير ولا يعني نود الاستيضاح من هذه المعلومة، هل فعلا تم إسقاط طائرة أباتشي؟ ما صحة هذه المعلومات؟ بالنسبة لي لم أتأكد منها يعني بشكل شخصي، لكن تواترت الأنباء وأيضا حتى نشرت صور لطائرة أباتشي سقطت، لكن كما قلت لك أنا لم أتأكد يعني بشكل شخصي. نعم إذن شكرا. تواترت الأنباء لدينا أنه كان أن هناك طائرة سقطت. نعم إذن أشكرك جزيلا الناشط الحقوقي، كنت معنا من محافظة البيضاء ناصر الصانع، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من إسطنبول الباحث في شؤون الجماعات الجهادية سيد نبيل البكيري. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد نبيل. عملية ضخمة بهذا الحجم، ما الهدف منها برأيك؟ عملية بهذا الحجم وفي هذا التوقيت مع بداية فترة جديدة للإدارة الأمريكية الجمهورية بزعامة ترامب، لا شك أنها تؤشر على مرحلة خطيرة في قادم الأيام، وهي تحول مسار التعاطي مع مسألة القاعدة من الحرب بالوكالة إلى الحرب المباشرة. نحن أمام تحول كبير وخطير، يؤشر أيضا على تحول في ملفات المنطقة وملفات السياسات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بملف الإرهاب تحديدا. وباعتقادي أيضا أن مثل هذه المقاربة الأمنية العسكرية هي ليست حلول ناجعة بعد كل هذه الفترة الطويلة من التعاطي الأمريكي مع مسألة القاعدة بالمنظور الأمني العسكري الذي فشل فشلا ذريعا. أنا باعتقادي اليوم أيضا المقاربة الأمنية العسكرية التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع ملف القاعدة هي بقدر ما هي، أو يظنون أنها حلول بقدر ما هي، عبارة عن مخصبات تنتج مزيد من العنف وتودي إلى مزيد من الاصطفافات أو التجيش لدى عناصر القاعدة، وأيضا تربك موقف الحكومة الشرعية التي تقاتل اليوم لسعادة الشرعية في العاصمة صنعاء، وأيضا تضعها في موقف ضعيف جدا أمام التزاماتها الداخلية والتزامات السيادة الوطنية. نعم سيد نبيل، يعني هل يمكن القول أن أنها ما تم اليوم هو أسلوب جديد تتعامل به الإدارة الأمريكية، خصوصا أن هذه العملية جاءت بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ترامب؟ هي ليست يعني محاولة جديدة أو طريقة جديدة للتعاطي مع ملف القاعدة، فالديمقراطيون أيضا نفذوا أكثر من 3 عمليات سابقة للإنزال وفشلت كلها، حينما حاولوا القضاء على إبراهيم العسيري وبعد ذلك البحث عن الصحفي الأمريكي جون فيومر، لكن تلك العمليات فشلت مما دعا بالولايات المتحدة والإدارة الديمقراطية حينها إلى تعليق العمليات التدخل المباشر والتعاطي مع ملف الإرهاب من خلال وكلاء، كما رأينا تعاطيهم مع الميليشيات الحوثية الذين قاتلوا معها من الجوخ أثناء قتال ردع قبل عام من الآن. وبالتالي الجديد هنا هو الإدارة الأمريكية بهذه السرعة ترتب أوراقها وتتوغل أو تنزل على الأرض في عمليات مباشرة، مما يعطينا انطباع على أن القادم سيكون أسوأ من خلال هذه العمليات التي هو بهذا الخصوص يعني أسابيع قليلة على يعني تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، ويعني نرى عملية كهذه نفذت اليوم، يعني هل سنرى في المرحلة المقبلة تدخلا مباشرا من قبل الأمريكان في اليمن برأيك؟ هو لن يكون تدخل مباشر بمعنى تدخل أرضي، لكن سيكون هناك عمليات ربما من هذا النوع، يعني عمليات إنزال جوي وتنفيذ عمليات والفرار والانسحاب مرة أخرى، لكن من الصعوبة بمكان أن تتدخل أمريكا أو القوات الأمريكية بريا في اليمن بالنظر إلى تجاربهم المريرة كبحرية أمريكية أو كقوات أمريكية في أفغانستان والعراق وغيرها، وبالتالي أو يدركون أيضا خطورة الوضع في اليمن والمنطقة الجغرافية الكثيفة في السكان وأيضا الصعوبة في التعاطي معها من خلال القوات البرية، وبالتالي ستظل مثل هذه العملية ربما من خلال عملية إنزال قوي كما شاهدناها في الليلة البارحة. نعم سيد نبيل، ما علاقة هذه العملية بالأزمة القائمة الآن في البلد برأيك، خصوصا يعني كيف نفسرها في إطار الحرب الدائرة الآن؟ هي لا شك أنها لا تأتي بمعزل عن هذا السياق العام للحرب والأزمة في اليمن، لكن هي أيضا من بعد آخر هي تنبئ عن فترة أمريكية جديدة أيضا لها معطيات ومسارات مختلفة عن الوضع في اليمن، ولا تقدر أو بمعنى آخر لا تأخذ في الاعتبار حالة الانفلات أو حالة الحرب الموجودة في اليمن، هي
مسار جديد للسياسة الأمريكية سيتعاطى مع هذا الملف وفقا لرؤيته، بعيدا عن أي دبلوماسية أو أي تعاطي مع الحكم الشرعية أو حتى مع الانقلاب. نعم سيد نبيل، يعني هناك من يرى أن هذه العملية قد تشير إلى تحول في طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة اليمنية، يعني حيث أن التفكير السابق لدى الأمريكان كان ربما يميل إلى تبني وجهات النظر القائلة بالشراكة مع ميليشيا الحوثي في الحرب ضد الإرهاب، فيما تبدو العملية مقدمة لتدخل مباشر. ما مدى دقة مثل هذا الطرح؟ الحديث عن تدخل مباشر عسكري من قبل الأمريكان أنا باعتقادي لا يستند إلى معطيات حقيقية، أو بمعنى آخر ليس هناك من بإمكان الأمريكان أو لدى الأمريكان إمكانية التدخل العسكري المباشر، يعني بالنظر إلى أن تجربة الأمريكان في هذا الصدد كانت مريرة وقاسية في كثير من البلدان، وبالتالي هم سيظلون يعلقون كثيرا أو ربما يلقون كثيرا العمليات الخاطفة على هذا المنوال، وهذا أيضا لا شك أنه سيؤثر على مسار الأزمة في اليمن بشكل خطير أيضا، حيث سيؤدي إلى إضعاف موقف التحالف، التحالف وموقف الشرعية أيضا وبالأساس موقف الشرعية اليمنية، حينما يضعها في صورة أنها تقبل بهذه الانتهاكات للسيادة الوطنية، فضلا على أنه يؤلف القبائل التي ربما ستتعاطف وخاصة التي تتعرض مناطقها لمثل هذه العمليات، قد تتعاطف مع مسار أو مع أنصار القاعدة، لكن في الأخير هذا لا يدع مجال للحكومة الشرعية في أن تتعاطى مع هذا الملف وفقا للمنظور السياسي لهذه الأزمة وليس العسكري. دائما المسار العسكري هو الذي أدى إلى مزيد من انفجارات العنف من قبل هذه الجماعات، ويؤدي إلى تعزيز وجهة نظرها فيما يتعلق بالتعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا يضعف موقف الحكومة الشرعية ما لم يكن هناك تفاهم مباشر مع الإدارة الأمريكية والتحالف العربي والمملكة العربية السعودية تحديدا لتلافي مثل هذا المأزق الذي سيوصل الحكومة الشرعية في التعاطي مع ملف العنف وتحويله إلى ملف أو ورقة ترتد على أو تنعكس سلبا على الشرعية وأدائها على الأرض. نعم سيد نبيل، يعني من الملاحظ أن الصمت كان أسلوب السلطة الشرعية وسلطة الميليشيا في صنعاء، وكأن الأمر يعني أشبه بسباق في إثبات حسن نوايا تجاه الإدارة الأمريكية والاستعداد لتسهيل مثل هذه العمليات، كيف تفسر أنت هذه الجزئية؟ لا شك أنه ما طرحته بسؤالك يعد دقيق جدا، الجميع أمام تقديم فروض الولاء والطاعة للإدارة الأمريكية الجديدة وتقديم مزيد من أو هذا الصمت أيضا هو دلالة على أنه لا يوجد خيارات أمام الجميع، وأنهم يبحثون عن الرضا أمريكي، وهم أيضا منصدمين أيضا من هذا التحول في الملف الأمريكي، ولأنه الإدارة الأمريكية الديمقراطية السابقة كانت تتعاطى مع الانقلاب على أنه شريكها في محاربة الإرهاب وإن لم يعلن عن ذلك صراحة. أيضا الحكومة الشرعية هي شريك للولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط من هذه المرحلة وإنما مرحلة النظام السابق الذي شرع على مثل هذه العمليات ووقع على اتفاقيات في هذا الخصوص، وبالتالي الإدارة الجديدة أو الحكومة الشرعية الجديدة لا تريد أن تعيد النظر في مثل هذه الاتفاقيات التي تنتهك السيادة والحرمات وتقدم تقفز أيضا فوق القانون الإنساني والدولي فيما يتعلق بالتعاطي مع المشتبه بهم أو انتمائهم أو أيضا من يقوم بأعمال أو جرائم، وبالتالي كل هذا يضع الجميع أمام لحظة فارقة أو بمعنى آخر مسؤولية كبيرة في تبيين ما يجري للمواطن وللرأي العام اليمني. نعم سيد نبيل، كيف ستؤثر هذه العملية على مستقبل تنظيم القاعدة، خصوصا يعني مع تورد بعض المعلومات ولا ندري ما مدى دقتها بتواجد قاسم الريمي أو إبراهيم عسيري في هذه المنطقة التي تمت فيها العملية؟ لا شك أن مثل هذه العمليات كما أقول وقلت وأكرر دائما أن العمليات أو اقتصار المعالجات الأمنية العسكرية المجردة في التعاطي مع ملف القاعدة هو من أهم العوامل المساعدة والرئيسية في ازدياد وشعبية الجماعات الإرهابية وازدياد أيضا فرص انتقامها بشكل كبير، بالنظر إلى أننا أمام مجتمع قبلي تتعرض بلاده للغزو أو بمعنى آخر تتعرض بلاده لعمليات وهجمات بهذا الحجم تؤدي إلى مقتل عشرات من الأبرياء كما رأينا في العملية السابقة، كل ذلك يعزز من وجهة نظر القاعدة ويزيد من جماهيريتها
أمام الناس الذين أو أمام الحاضنة الاجتماعية أو بمعنى آخر أمام هذه القبائل التي قد تتعاطف مع القاعدة. وبالتالي أنا باعتقادي أن الإدارة الأمريكية أيضا هي تحدد مثل هذه الطريقة بالنظر إلى أنها لا تريد معالجة ملف الإرهاب بقدر ما تريد استمرار هذا الملف أدافية بها للتدخل في وانتهاك السيادات الوطنية والتدخل أيضا في أي معادلات سياسية في المنطقة خلال هذه المرحلة. سيد نبيل، بسؤال أخير، يعني هناك من يقول أن هذه العملية هي بمثابة إطلاق لليد الأمريكية في اليمن مقابل أن الإدارة الأمريكية تعمل على إطلاق يد التحالف والحكومة الشرعية في عملياتها ضد الميليشيا الإنقلابية، ما دقة مثل هذا الطرح؟ لا أعتقد أن هذا الطرح دقيق بشكل كبير بالنظر إلى أن من هي الأطراف التي تحاسب الإدارة الأمريكية أصلا أو تمنعها من أن تقوم وتنفذ مثل هذه العمليات. أنا باعتقادي الأمريكان يمتلكون كامل الجراءة والوقاحة أيضا في أن ينفذوا أي عملية في أي وقت وفي أي مكان، وبالتالي أنا لا أعتقد أنه وجود مثل هذه المقايضة في هذه المرحلة. نعم، إذن أشكرك جزيلا الباحث في شؤون الجماعات الجهادية السيد نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي، كان معي قبل قليل أو ختمت معه الآن السيد نبيل البكيري، وأيضا الشكر للناشط الحقوقي كان معي عبر الهاتف من البيضاء السيد ناصر الصانع. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل وفي الإعداد الزميل كمال حيدر، حتى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.